وزير خارجية إسبانيا يخاطب المغاربة بلهجة غير مسبوقة. أبدى خوسيه مانويل الباريس وزير الخارجية الإسباني ارتياحه إزاء ما وصفه ببشائر المصالحة المغربية الإسبانية، مؤكدا على أن بلاده مستعدة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع المملكة قوامها الثقة والشفافية والمصالح المشتركة. وزير الخارجية الإسباني وفي حوار مع المجلة الفرنسية أفاد قائلا: لقد عاينا تطورا وتحسنا ملموسا في علاقاتنا مع المغرب. إن الإشارات التي تلقيناها من المغرب خلال الأشهر القليلة الماضية جد إيجابية. وعرج وزير الخارجية الإسبانية على رسالة الملك محمد السادس التي جاءت في خطابه بمناسبة إحياء الذكرى 68 لملحمة الملك والشعب، حيث دعا إلى تأسيس علاقات ثنائية بين البلدين الجارين بناء على محددات تضمن حسن الجوار والسعي لبناء علاقة بمنطق رابح.